طب و... وال, وال... في بقى حاجات الشادو بقى ايه؟ الشادو لا من حاجات يعني اللي مخدرات مصنعه يعني بيعملوا مخدرات مصنعه كل المخدرات دي دي مخدرات اساسيه مثلا الهاش مثلا من دي ماده طبيعيه الهاش ده اللي هو الحشيش الحشيش الهيروين مثلا دي هو ماده ادمان؟ طبعا احنا لسه متفقين ان الادمان احنا اصلا ملوش علاقه بالمناسبات في المناسبات المناسبات او لو عندي طلعه طويله مثلا رايح م... الطريق كله انت عارف الطريق ده كله ده بيحتاج مني قد عشان ابقى فايق فرح يا سيدي طب اخر مره شربت امتى امبارح يا دكتور طب المره اللي قبليها اول امبارح oh. اول امبارح طب انت قادر تبطل لا والله انا مش قادر ابطل بس انا خد بالك انا اقدر ابطل في اي وقت, أي وقت بس أنا, عايز. انا مش عايز فايه اللي بيحصل لا انا كده ادكت انا كده بقيت حياتي محورها الماده المخدره دي وايه اللي بتتاخد كانجكشن او كحقن طبعا يعني في مصر الحاجه دي هي الهيروين دي من الحاجات المشهوره اللي بتتاخد في حاجات تانية كتير بتتاخد انجكشن مثلا اللي هي الحاجات او نوع من انواع المخدرات اللي هي الاستيمولانس الحاجات اللي بتابرز بتخلي الواحد بقى مهايبر وحاجات من دي دي بتبقى زي بيلز او الحبوب اللي بيهزوا زي البيلز اللي أو هي الاكستاسي او او, أو الكوك مثلا الحاجات اللي هي اه دي حاجات بتهايبر لكن المشهور هنا في انجكشن هي موضوع او مخدر الهيروين ده الحاجة اللي, بتقل... اللي هو بيتقال عليها بيسا أو بيتقال عليها الحاجات دي